ختام حفلنا البهيج مع أهزوجات وتهاليل نبوية يختمها بالمولد الشريف العزيز المبدع المتألق دائما خادم أهل البيت عليهم السلام ملا مرتضى قريش أبو الزهراء، حفوه بصوت عال بأفضل الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مثلما تنساب ألباب المريدين تيها حينما يتلى ابتهال، مثلما ينفرد العشاق في غمرة العشق بأنصاف الليال، هكذا نحن إذا مرت بنا أحرف المحبوب ملأ بالجمال، فإذا ما قيل ميم مرة ثم حاء ثم ميم ثم دال، يصعد الشوق على أنفاسنا ويتيه الفكر في ساح الكمال. أحمديون شربنا الحب في كأسه الأوفى كما الماء الزلال. هي ذي آمنة الطهر تجلت ودنت، هي ذي آمنة الطهر تجلت ودنت، فسرى همس الأقاحي هنأت ما حملت، ومشى البيت إليها والها لما مشت، وبنود الخلد ضاعت مكة لما أتت، وسمى الرمل يباهي العرش لما وضعت، ولدت آمنة لا تقل قد ولدت، ولدت آمنة لا تقل قد، فاسمع الأفلاك تدعو أشرقت شمس محمد. يا محمد يا محمد يا محمد يا يا محمد يا محمد يا محمد. ساجدا خر وفيه والها ذاب السجود،
وعلى الأرجاء لفات من سنة الشمس برود، فكأن الأفق عذران شف محمر الخدود. عن جمان الثغر لما أطلع الفجر الخلود، فتوشى من سناه مفرق الأرض ورود. شع والأرض تنادي وهي الأم الولود، أعقمت آمن رحمي عن شبيه لمحمد. يا محمد بعد، يا محمد يا محمد ينهش بلوح الزمان كان الخريف، ومن جديب القاع طلعت سوسنة بتوهب بتوهب إلها وهب ربها الكمال، وصارت بسبع العوالم وصارت بسمع العوالم مئذنة ظهرت الآيات من بطن الخلود. البيه شالت قدرة الله الباطنة، يكفي صارت للنبي الهادي وعاء، وهي أم الدين أم البينة. طاهرة برقتها يحتار الحرير، وابن داوتها الربيع. والله طاهرة برقتها يحتار الحرير، وابن داوتها الربيع تزينه. تسابقت إلها بحياء المفردات، أم أمان إيمان صارت آمنة. قد أتى معجزة الرحمن والهدى، قد أتى لعزة الإنسان والهدى. فاقتدينا وارتقينا، فاهتدينا بس فاهتدينا، فاهتدينا هذا مشوار العدالة الليلة بالفرحة ابتداء، وما لا آخر ما لا مولد الهادي محمد، مولد العز والهدى والمفاخر. اسمع عنوان القداسة نور ما حد المدى، يبقى زاهر أبيض من الثلج وجهه، ولا آل تحسده والجواهر. نوره مبتدأ الأنوار والعلا، نوره حقيقة الجبار والعلا. لو رأينا وارتا، اي والله فاهتا. طه شمس الكون وجهه بيه مفتون القمار، وكل نجمه إيه قدرته قدرة الباري، نور نور الله وظهار.
صار أحمد اسمه منزل على الكون رحمة منزل على الكون رحمة وخير ولكل البشر هدي وحكمة بكل علم قرآن ناطق لسان آيات وسوار فعل عصمة إيه مصطفى للعدل والإحسان والوفاء مصطفى وخاتم الأديان والوفاء هل وفينا فاهتدينا فرادنا الباري نطيعه ونلتزم بالمعتقد وبنبينا ايه رادنا الباري نطيعه ونلتزم بالمعتقد وبنبينا اي طه انسان العداله قل هو الله احد هذا دينه هقلنا ما راد المذله رادنا نعيش برغد وبسكينه ونترك الأحقاد عنه ونترك دروب الحسد والضغينة كم سعى بصبره المألوف والتقى كم سعى للود والمعروف والتقى فارتقينا فاتقينا والله خاتم الأديان خاتم الأديان دينه ومنهج العز والفخار والعدالة إشاد للأمة مجدها بعد ما عانوا صوار للرسالة ايه إلنا اي والله رادنا نعيش بكرامة وناخذ دروس وعبار من نضالة ايه طاعتا بينا السعادة اي والله طاعتا بينا السعادة والظفر كل الظفار محبتا آلة دينه محبة الأطهار والولاء دينه عقيدة الأحرار والولاء دينه محبة الأطهار والولاء دينه عقيدة الأحرار والولاء فاكتفينا الله الله فاهدى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد قال الراوي لما كان الشهر التاسع لحمل آمن عليه السلام
أراد الله تعالى خروج النبي محمد إلى عالم الدنيا وآمن لم يظهر لها أثر الحامل ولا ما تعتاده النساء وكانت تحدث نفسها كيف وضعي ولم يعلم بي أحد من قومي وكانت في الدار وحدها إذ سمعت وجبة عظيمة ففزعت من ذلك فإذا قد دخل عليها طير أبيض ومسح بجناحه على بطنها هذا من طيب فزال عنها ما كانت تجده من الخوف ببركة النبي محمد وإذا بها قد دخل عليها نسوان طوال يفوح منهن رائحة المسك والعنبر وقد تنقبن بأطمارك وكانت من العبقري الأحمر وبأيديهن أكواب من البلور الأبيض قالت آمنة عليها السلام فقلنا لاشربي يا آمنة من هذا الشراب فلما شربت أضاء نور وجهي وعلاه نور ساطع وضياء لامع ببركة النبي محمد وجعلت أقول من أين دخلنا علي هذه النسوة وكنت قد أغلقت الباب فجعلت أنظر إليهن ولم أعرفهن ثم قلنا يا آمنة اشربي من هذا الشراب وابشري بسيد الأولين والآخرين النبي محمد قالت آمنة عليها السلام ثم قمنا النسوة وخرج فإذا أنا بأثواب من الديباج قد نشرت بين السماء والأرض وسمعت قائلا يقول خذوه وغيبوه عن أعين الناظرين والحاسدين فإنه ولي رب العالمين قالت آمنة عليها السلام فداخلني الجزع والفزع وإذا أنا بخف فقال أجنحة الملائكة وإذا بهاتف قد نزل وسمعت تسبيحا وتقديسا وأرياشا مختلفة هذا ولم يكن في البيت أحد إلا أنا وكنت أقول في نفسي أنا نائمة يقظان إذ لمع نور أضاء لأهل السماء والأرض حتى شق سقف البيت وسمعت تسبيح الملائكة فبينما أنا متعجب من ذلك إذ وضعت بالنبي أفضل يا رسول الله محمد محمد علي وهادي وغادي مسرور القلب أصباح وهادي رسول ولد للأمة وهادي سطعها النور من النبل هادي وصحنا يا غلا بسيد البرية أفضل الصلاة عليك يا رسول الله محمد الصلوات صل على محمد علي أصلي وسلم عليك
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك، اللهم عجل لوليك الفرج جميعا، اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن. وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة إلى موتى المؤسسين موتى الحاضرين من مات على ولاية المولى أمير المؤمنين، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.